قبل الاقتراح بدي الفت نظر الزملاء الكرام، الاقتراح بده يكون بس الاسم والشهرة، يعني على سبيل المثال وليس الحصر نبيه بري، مش فقط من دون لا رئيس ولا اسم الأب ولا اسم شيء. تعتبر ملغاة؟ الورقة التي تختلف عن ذلك تعتبر ملغاة، وأي علامة وأي إشارة وأي شيء خارج عن إطار الأسماء كما قلت تعتبر ملغاة.